وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم رح ناكل من برو الدايري يلي فرعه الاساسي موجود بالمتان حد الكارتينج، وكمان بتلاقوا كل البرودكتس تبعه موجودين بشركة ريح الرجال بيجل الديب، وصون رح يفتح بكمان جوني. وهلا رح اترككم مع صاحب المحل جاد يلي رح يعرفنا على هيدا الكولكشن الموجود. عنا هول اشياء جديدة، مش جديدة على اللبنانية بس انه ما في منها تصنيع لبنان. الفرونش شاب الصندري او ناتور، عنا شيء اللي بيسموه البرسان على توم، هيدا ناتور. عنا البلو تشيز، هون عنا جبلة صفرة اشقوان مع كمون، اشقوان بقر عادي، اشقوان بقر مع حل، اشقوان غنم البيكون والموتزاريلا. هون في عنا تابوناد نعملهم نحن سبيسيالتي هون بالمحل، هيدي بنسميها تشيزا، هيدي تشيزا مع حر، يعني فيها ميكس بلغاري مع جوز وحار وزيت زيتون. هيدي بلغاري انواع تانية مع فتة وزعتر اخضر وزيت. هيدي مكدوس ولبنة معزة مخلوطين، واكيد الاجمل البيضة واللبنة البقر والمعزة. هون عنا بلغاري، فتة، عكاوي، بلدي، حلوم رول، مجدولة، دوبل كريم، حلوم. هون بلغاري على نكهات كمان، زعتر، جوز، حار جوز، زعتر، حبة بركة سادة، هيدي المشللة. هون عنا شانكليش حار وزعتر. هلا ما بدنا نحكي انه متميز فيهم، هون نحن شغلتنا من زمان، يعني اطيب تشيز بورد معقولة تحضروها، موجودة كلها، كل الانجريدينتس اللي بتفكروا فيها ببارو الدايري. ما ننسى انه سيجنتشر تبعهم مش موجودين باي محل تاني، وهولي كانوا اطيب شيء انا دقتهم عندهم. نرجع نشوف كل سكشن لحالة، الجبنة البيضة، الجبنة الصفرة والاشقوان اللي موجودة عندهم، كلهم كانوا كتير طيبين. هون كنا عم ندوق اللبنة مع المكدوس، وكانت هيدي مثل ما بيقولوا اذا دقت علقت، ونحن علقنا فيها قد ما انها طيبة. شوفوا لي هيدا الموتزاريلا يلي المغطى تبعيتها ما كانت تخلص، كتير طيبة هي وسخنة. ويا ويلي على العكاوي تبع المنقوشة، هيدي بس تروحوا لعنده قولوله عطينا العكاوي تبع المنقوشة لأنه ولا أطيب من هيك. بنرجع مندوق الأشقوان، أول وحدة هي كانت أشقوان الكمون، والتانية كانت أشقوان محر، وتالت وحدة يعني كمان الأشقوان العادية كانوا كتير طيبين. ما مغطوا هون بس لأنه أنا تأخرت لصورتهم كانوا سقعوا شوي. وتما تفكروا أنه بس نقول بارود دايري يعني بس بيبيع علبان وأجبان، لا، بيخبز باجيت فريش كل يوم بيومه، الأبيض والأسمر وكل الأنواع التانية، حتى في كمان كرواسان. وهون عم نشوف كولكشن المونة الكتير كبيرة يلي عندن ياها، رح امرقلكن عليهم بالدور. مثل ما شايفين كمان حتى ببيعهم بيض، بيعملوا بينات بوتر، هوم ميد بينات بوتر يلي اكيد كتير كان طيب. في كتير اشياء غير كمان، في دبس الخروب، في مكدوس، وفي كبيس على انواعهم، وكمان بتلاقوا المي زهر، مي ورد، وكتير اشياء رح اترككم تشوفون بقلب الفيديو. ولكل يلي بيحبوا اللبنة المكدوس او المكعزلة، عندهم فاريتي منهم مع حبة البركة، سادة، مع حار، مع زعتر. وما بدنا ننسى جبنة الحلومي اللي مشوية محطوطة مع بيستو ومع زعتر بأطيب نوع زيت زيتون بتلاقوه. هيدا انا كانت ايتم اخترته مع اني ما دقته فوق، وابدا ما قلت انه يا ريت ما جبتها لانه كانت عن جد طيبة. هون رحنا على البيض البلدي والزيتون، وهون الباجيت الطوال قطعوا معنا زيتون على انواعه، الاسود، المقطع، حتى الزيتون المحشي فيكم تنقوا الحشوه يلي انتم بتحبوها. وما فينا ننسى نشوف الحلاوه، وكمان بدي اخبركم انه عندهم حلاوه دايت. وهلا رح خبركم عن الاشياء اللي موجودين بالبرادات. رح نبلش بالفريزر يلي فيها كل انواع المعجنات المحضره بقلب البيت، وهون رح نشوف اللبن الفريش البلدي. ويا ويلي على القوارم شو طيبه. رح اترككم تشوفوا البراد قديش بيشهي من ترتيب ونظافة. ونحن اول ما فتنا على المحل استحلينا انه يا ريت فينا ناكل كل شي موجود قد ما كانت عن جد الريحة طيبة. وانتو اذا شوي بعاد عن المتان مثل ما قلت لكم موجود بجل الديب، وقريبا رح يكون بجوني، بس صدقوني المشوار بيحرز انه تطلعوا وتتبضعوا المونة الاسبوعية.